اصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قرارين تنظيميين اثر صدور الامر الملكي السامي بشان تحديد ميعاد الانتخابات والترشح لعضويه مجلس النواب وكذلك قرار مجلس الوزراء بشان تحديد ميعاد الانتخابات والترشح لعضويه المجالس البلديه حيث اصدر النائب العام القرار رقم 51 لسنه 2022 بتشكيل لجنه من اعضاء النيابه ذات اختصاص شامل جميع انحاء المملكه تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابيه التي تقع بالمخالفه لاحكام القوانين ذات الصله بالعمليه الانتخابيه الخاصه بمجلس النواب والمجالس البلديه فيما تعلق القرار الثاني رقم 52 لسنه 2022 بتشكيل لجنه تختص بفحص ودراسه الطلبات التي ترد اليها من اللجان الاشرافيه على العمليه الانتخابيه فيما يتعلق بالمترشحين واتخاذ ما يلزم بشانها في موعد اقصى ثلاثه ايام من تاريخ استلام الطلب وياتي قرار النائب العام في اطار تنظيم العمل بالنيابه العامه استعدادا للقيام بمهامها ومباشره اختصاصاتها المقرره قانونا خلال مراحل العمليه الانتخابيه المقبله ولسرعه البت في الطلبات المتعلقه بالترشح لعضويه مجلس النواب والمجالس البلديه وكذلك سرعه التحقيق والتصرف فيما قد يرد اليها من بلاغات تشكل جرائم انتخابيه ومباشره الدعاوى المقيده عنها امام المحاكم ومراجعه الاحكام التي تصدر فيها